هذا التذكار كان هديه باسمكم جميعا الجمهور ديالنا المغربي، كان هديه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكان هديه للأسرة ديالي كلها على رأسهم الزوجة ديالي لالا نزرق راكيلا حاضرة. هو في الحقيقة التكريم ما هو إلا تكليف أكثر ما هو تشريف، يعني من اللي كيتكرم وانت باقي في عز العطاء ديالك خصك تبذل مجهود باش تكون أحسن من داك الشيء دير، أحسن من المسائل اللي درتي شحال هادي، الأعمال اللي درتي شحال هادي، تكون قد المسؤولية وقد داك التكريم. والحمد لله والشكر لله هاد الأيامات وسورتو هاد السنة هاد 2024 كانوا التكريمات زوينين لا بأس بهم، وفي محلات زوينين وعند ناس حتى هما زوينين، وكان عندي تكريم في تارودانت ما نقولكش كيفاش داز، تكريم في الرباط في لاتور حسان تحت إشراف ابتسام مشكور، كان عندي تكريم في تيفلة اليوم عند مهرجان عند سعرشان الحمد لله. واليوم احنا كنحضروا التكريم ديال السي البشير وفرحانين بزاف بهذا التكريم، لان الحمد لله والشكر لله هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى. الشيء اللي قالت لنزا كله انا كنشكرها بزاف لانها حضرت معايا في هذا التكريم هذا ويعني وشجعتني، وهي دائما كتشجعني. كان ناقصنا سعد، واخا الاخ ديالو راه حاضر معنا سي علي، وهاد التكريم انا كنحس ملي خديت هاد الدرع كنحس براسي خصني يلا غادي نبدا من الاول عاوتاني، كنحس انه كيقول لي نوض، لانه مده هادي ما درت حتى شي حاجه، ولكن ان شاء الله دابا غادي ندير الجديد، ونتمنى على الله لالا نزا دائما تبقى مشجعاني. ان شاء الله كاين مشاريع ديال اغاني جديده، ومنهم اغنيه ان شاء الله غادي تكون بيني وبين سعد ان شاء الله، ديو انا وسعد ان شاء الله تعالى. علاش لا، راه كتزغرات وكتغني وكتدير كل شيء. هادشي اللي غادي ندير غير. شاركنا في ملاحم وشاركنا في مسرحيات، و يعني كاين واحد خديت منها واحد شويه لالنزا، لانه لالنزا مسرحيه كبيره وسينمائيه كبيره، وكنعيشوا مع بعض مره كناخذ منها شي حوايج. الأغنية المغربية راه غادية، دائما الأغنية المغربية حاضرة،
لانه كاين الخلف الحمد لله، كاين سعد وكاين الشباب اصدقاء ديالو خداو المشعل، ويعني كاين جو اغاني جميله، ماشي كلشي غيكون زوين، ولكن باش يبان زوين كيكون الخايب. طريقته كل زمان كل زمان، انما الاغنيه المغربيه ديما كاينه ديما كاينه كاينه، وكل وقت ولي مالي يعني مشاو الرواد الحقيقيين الكتاب الكلمات ماتوا سي علي الحداني وسي بالخياط مولاي فتح الله المغاري لعلاج، يعني الرواد ماتوا. دابا كلام كاين شبابي، كاين الشباب كاين الخالف، هو بطريقه اخرى كل زمان وماليه. والحمد لله كنتمناو على الله الخير، وكنتمناو على الله هاد الشباب ان شاء الله يعطينا داك الشيء، ولو غير واحد يعني الشيء القليل من اللي عطاونا الرواد، لان باقي لدابا كنعيشوا على اغاني الرواد. علوم كيتشاور مع باه دائما، تا الام ديالو، تا الام ديالو دائما ملي كيبغي يخرج شي حاجه جديده كيتشاور معنا، لا في الكلمه ولا في الالحان، ويعني وما كيخرج اي اغنيه حتى تيفليها. يعني سعد عنده واحد الهاجس ديال كيكون مشغول ما يخرج الاغنيه حتى تيفليها من جميع الجوانب. كيشرف على عمله وين من ناحيه ديال الاناره، اللباس، الديكور، شكون المانكا اللي تكون معاه، تاريخها شنو كانت كدير، الاضاءه، يعني كيشرف على الكليب ديالو من الاول حتى الاخر. الحمد لله والنتيجه كتبان. وبالمناسبه راه عندي واحد عدد ديال الاغاني ان شاء الله مع بعض الشباب ملحنين وكتاب كلمات، كنتمنى ان شاء الله يكونوا في المستوى ديال تطلبات الجمهور ان شاء الله تعالى. ما كنحيوا الجمهور ديالنا، وبالجمهور حنا باش كاينين، باش موجودين. معلوم الجمهور هو السند، هو الملاد، هو كل شيء، يعني لولا الجمهور ما كنا حنا، لان الجمهور هو الدعم ديالنا الكبير. ما كاينش الدعم المادي قد من المعنوي، المعنوي كبير كثير، سيغتو من الجمهور ملي كيولي كيعرفك الكارديان والكوردوني والوزير والكاتب العام وهذا، الحمد لله هذه راه عطاء من الله سبحانه وتعالى. شكرا بزاف، بارك الله فيكم. شكرا، بارك الله فيكم. تحياتي وسلامي للاستاذه ابتسام مشكور، تحياتي.